حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. ما زالت التغطية مستمرة من ملتقى الصحة العالمي، وينضم معي الآن الأستاذ العباس البركاتي. حياك الله وسعد الله مساك بكل خير. مساكم الله بالخير والنور والسرور يا رب. حياك الله، نتشرف فيكم يا حبيبنا. يا هلا وسهلا. في البداية حاب أسألك عن الملتقى، كيف شاهدت هذا الملتقى وانطباعك عن ملتقى الصحة العالمي؟ طيب، في البداية أحب أقول لكم، أحب أنوه، إحنا شاركنا في كثير من الملتقيات خارج وداخل السعودية، بس صراحة Global Health أثبت أن من أفضل الملتقيات اللي لازم شاركنا فيها. طبعا إحنا شركة Cloud Solutions حلول السحابة، إحنا شركة IT مختصة في المجال الصحي، أنظمتنا دائما تقدم لكل الهيلث كير بروفايدر، جميع مقدمين الصحة المستوى المستشفيات الخاصة أو كانت الحكومية. فالإقبال أو خلينا نقول التارجت كاستمر أو التارجت يوزر اللي أنت تبيهم تلقاهم هنا في جميع الأشياء، خلينا نقول أو جميع الجوانب اللي تخص الهيلث كير أو الصحة بشكل عام، متواجدين في مكان واحد. فهو هذا الهدف، يعني كثير من الشخصيات والناس اللي أنت تبي تلاقيهم خارج المعرض صعب تلقاهم، لكن هنا بسهول في الأكسس لهم أسهل وأسرع. زي ما تقول جمع جميع المختصين في مجال الهيلث كير أو في مجال الصحة في مكان واحد، فأتوقع هذا حيكون added value لجميع الشركات المشاركة، كان إحنا أو غيرنا. جميل. طيب بالنسبة للمعرض، هل هو مناسب فقط للمستثمرين في هذا المجال فقط، أو كذلك لجميع الزوار اللي حابين يشوفون الأنظمة الطبية الجديدة؟ شوف، هو في الدرجة الأولى للمستثمرين في هذا المجال أو للمطلعين عليه والعاملين فيه، لكن برضو أنه الزوار بشكل عام حلو أنه يجون يطلعون يشوفون آخر التقنية الموجودة في السوق أو في الماركت، يشوفون أكبر المستشفيات المتواجدة في السوق. فهذه الأشياء تعطيك اطلاع، يعني المعرفة دائما ما تنحصر على مجال معين. يعني أنت لما تقرأ كتاب مثلا تقرأ في عدة مجالات مختلفة، مو شرط في مجالك، صح ولا لا؟ فأنا دائما مع الاطلاع، وخاصة في المعارض زي هذه دائما تعطيك أنك تشوف أنت خلينا نقول اللاست تكنولوجي اللي موجودة في الماركت، توفر عليك. الناس تسافر وتروح خارج الدولة على أساس أنه يطلعون على هذه التقنيات، لكن صارت موجودة عندهم بين أيديهم. فأنا أحس أنه ضروري أنه حضور الجميع صراحة. كل الشكر لك أستاذ عباس البركات. عفو، حياك الله يا حبيبنا. ها نحن قد جئنا هنا،